مراتي ماتت قدام عينيا وهي لابسة فستان فرحها، موقف كفيل يهد أي راجل ويحوله البقايا إنسان. خراب، مجرد جسم خالي من أي روح، ميت على قيد الحياة. وأنا شهدت بعيني موت أكتر إنسانة حبيتها في حياتي، وفاء بنت عمي ومهر الحياة بالنسبة لي. هحكي لكم حكايتي، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ياريت تدعمنا بلايك. يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ. أخيرا أبوها وافق، عمي اللي كان متعنت لأقصى درجة إنها تكمل تعليمها لحد الجامعة، وأي محاولة مني إني بس أخطبها كانت بتتقابل بالرفض الشديد. وفاء اللي سرقت قلبي وحطته جوه مغارة في قلب الجبل، حتى يوم ما صرحتها بحبي وابتسمت حسيت إني بغرق في محيط ملوش قرار. سالم اللي قلبه طول عمره حجر وقع في شباك ابتسامة واحدة وقلبه بقى أرق من قلب طفل في المهد. وحددنا معاد الفرح وتحولت لكائن بيطير مش بيمشي على الأرض زي البشر. بقيت قليل الكلام كتير السرحان، عمال اتخيل يوم ما هبص في عينيها. اعتقدت ان دي السعادة الابدية. طول عمري بسمع عن مشاكل الاهل وان الجواز بينهم غلط، بس وفاء حاجة تانية. وفاء هي الكوكب اللي بينور سما الدنيا بالليل. وقرب معاد الفرح ودق قلبي اكتر واكتر لحد ما قبل الفرح بيومين اتصلت بي وفاء. ازيك يا سالم؟ جوهرة سالم الغالية. سمعت صوت ضحكتها وسكتت خالص، تخيلتها وهي مكسوفة وطال الصمت. اتكلمت من تاني وقلت بانفعال مصطنع، عاوزة ايه رغاية؟ ضحكت وجاوبتني، عاوزة الزفة بتاعتي تبقى في حنطور مش عربية. اشمعنى يعني؟ طول عمري نفسي اركبه يا سالم، واعتقد ان احسن وقت اركبه فيه يبقى مع جوزي. حسيت ان الدنيا بتدور بيا من فرط رومانسية وقلت لها عيني الاثنين انت تأمري بس. اتصلت بواحد صاحبي فورا وقلت له جهز لي حنطور عشان فرحي، واختار حاجة فخمة وتشرفنا. وتمر الساعات واحدة واحدة وانا مستني ليلة العمر. وجه اليوم الموعود، كلمتني الظهر وقالت لي انها في الكوافير وهتبقى جاهزة على المغرب. جهزت نفسي بسرعة وعلى المغرب جالي الحنطور، وطلعت مع تلات عربيات عشان نجيبها من الكوافير اللي كان في نفس البلد. وشفتها بفستان الفرح، قطعة من الجنة نزلت على الأرض بجمالها العجيب اللي يأسر أي حد للأبد. ركبنا الحنطور ومن ورانا العربيات مشغلة الأغاني والكل في قمة السعادة. وصلنا لمكان الفرح وأنا قلبي عمال بيدق بعنف. نزلت من على الحنطور ومسكت إيديها، وبقدرة قادر ألاقيها اندفعت عليا بقوة وكأن في حد دفعها من رجليها عشان تقع بالطريقة دي. وقعت بطريقة عجيبة على ظهرها وبقت راسها تحت عجل الحنطور بالظبط. وفي أقل من لحظة من قبل ما نستوعب إنها وقعت حتى، اتحرك الحنطور وعجلته عدت على راسها ورقبتها. وتحول الفرح في لحظات لميتم، ميتم فتت قلبي لألف ألف قطعة. وقفت أبص لها بذهول بصمت، كان الدم نازل من على راسها. قربت منها وأنا بترعش، لقيتها بصت لي واتنفضت مرة وبعدها استكانت للأبد. ماتت وفاء، ماتت وهي قدام عيني ومعرفتش أحميها. وانهرت تماما، اتحولت لوحش مخيف. مسكت الحصان ونزلت فيه ضرب. الناس مسكتني بقوة وأنا عامل زي الطور الهايج عايز أقتل البلد كلها، أحرقها بنار زي النار اللي بتاكل في قلبي. في النهاية شالوا وفاء وجريوا بيها على المستشفى، وأبوها اتصل بالنائب عشان ما تروحش للمشرحة وتدفن فورا. ساعتين بس وكانت وفاء بالكفن. قلعوها في سطان فرحها ولبسوها الكفن. كنت في صدمة عنيفة عمال أكلم نفسي، الناس حواليا بيقولوا لي وحد الله، البلد كلها عرفت بالخبر وكله طلع في جنازتها. كان قلبي بيتكوي بالنار، وكنت بدعي برحمة ربنا. ونزلت القبر أدفن عروستي اللي المفروض تكون بين إيديا وفي حضني دلوقتي، لكن أمر الله نفد. دفنتها في القبر وطلعت لقيتهم بيناولوني قفل جديد، لأن القديم بيصدي وبيتكسر ويتحط مكانه قفل جديد. قفلت القبر ووقفنا ندعي لها، اللهم أنس وحشتها
ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم عوضها بليلة خير من ليلتها. وفي اللحظة دي ما قدرتش اتماسك وانهرت في البكا وسط مواساة من الناس اللي حواليا. الجو كان خانق، ليل، المقابر شكلها مقبض. خرجنا من المقابر وكل واحد راح بيته، مفيش اي عزاء لان الوقت اتأخر والناس متفهمة المصيبة اللي حلت ببيتنا. قعدت في شقتي الجديدة لوحدي وانا في حالة من الجنون، وعلى الساعة 2 بالليل لقيت باب الشقة بيخبط. رحت افتح ودموعي على خدي، ملقتش حد. ببص لقيت ورقة قدام باب الشقة، فتحتها وقرأت: طول عمري بحقد عليك وعلى اهلك يا سالم، وكنت مولعة لما انت اتجوزت بنت عمك، عملت لكم سحر وفضلت احسد فيكم الف الف مرة، بس ما كانتش حاجة بتحصل. واخيرا الفرح اتحول لميتم، ومفيش اكتر من كده فرحة بالنسبة لي. دخلت شقتي وانا ظهري مكسور، حاسس بعجز الدنيا كلها. عضيت بكل قوتي على قميصي وفضلت ازوم من القهر. في اللحظة دي وقعت مفاتيح من قميصي، مسكتها بشرود وافتكرت القفل اللي كنت بقفل بيه قبر وفاء. دي المفاتيح بتاعته. وفاء لازم تعرف اني مش انا اللي قتلتها، لازم احكي لها على حكاية الجواب ده. نزلت زي الصاروخ ناحية المقابر، الكل كان نايم والبلد هص هص، ودخلت القبور لحد ما وصلت للقبر اللي خطف مراتي مني. وقفت قدام القبر ابكي من جديد. وفاء شوف الورقة دي كده، في حد كان بيحسدني عليك يا وفاء، وان اللي حصل بسبب الحسد والسحر مش بسببي. سامحيني سامحيني يا وفاء. شعور الذنب كان بيتغلغل جوايا لأقصى مدى، وحشتني قوي وحشتني، ولازم أشوفها وأقول لها. دون أي تردد حطيت المفاتيح في القفل، واتفتح القفل ودفعت باب القبر الصغير وفتحته على اتساعه. الجو كان مظلم مقبض، لكن إزاي أنا سايب وفاء في المكان ده لوحدها؟ نزلت القبر ونورت على الكفن بكشاف الموبايل، فكيت الكفن وكشفت وش وفاء. كان نقي، شكله جميل رغم ان فكها مكسور. سامحيني يا وفاء، انا ما كنتش عايزك تكوني هنا ابدا، نفسي نرجع لبيتنا، شقتنا يا وفاء. هجيب لك الحنطور ونروح، نروح على شقتنا. ووسط بكائي سمعت صوت بيقول: يلا بينا يا حبيبي. بصيت لمدخل باب المقبرة، لقيت وفاء واقفة في فستان الفرح. بصيت بفزع جنبي، لقيت جثة وفاء، شعر راسي كله وقف، شعري شاب من الرعب وجسمي اتخشب زي الميتين. فضلت اشهق مرة واثنين وثلاثة لحد ما قربت مني وفاء. وفي الوقت ده الجثة اتحركت وفتحت عينيها وصرخت انا صرخة مخيفة. وقعت في ظلام دامس، وقعت وجنبي جثة صحية وواحدة بفستان تقريبا من الجن، ومش اي جن، ده جن المقابر. حسيت وانا في غيبوبة بزعيق صوت صراخ، حسيت بناس بتشيلني وبتجري بيا، حسيت بصوت قرآن بيتردد جوه ودني. كنت بترعش، جسمي عمال يتنفض. لما فقت عرفت ان لحظة غيابي في وقت صلاة الفجر، والكل بدأ يدور عليا لحد ما حد دلهم اني شافني وانا رايح ناحية المقابر. ولقوني مرمي جوه التربة، بيقولوا اني كنت متخشب وجسمي بارد زي الاموات. فقدت عقلي بعدها وبقيت واحد بقعد قدام الجوامع سارح في ملكوت الله. فضلوا أهلي يعالجوا فيا أكتر من سنة من المس اللي حصل في المقابر، لأن اديته من فرصة. وللأسف جن المقابر من أشرس أنواع الجن، وعلاجه بيبقى صعب جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم من الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكده تكون انتهت قصتنا. لو انت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك فيها، ولو وصلت معنا للحظة دي وعجبتك قصتي ما تنساش تدعمنا بلايك وتقول لنا رأيك في الكومنتات. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.